والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا نادينا وشكرا هبة. جولة مع أهم الأخبار الاقتصادية محليا وعالميا. أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية القطاع الصناعي باعتباره قاطرة تقود العديد من القطاعات نحو تحقيق النمو الاقتصادي، لا سيما في ظل ما يسهم به هذا القطاع من توطين للصناعات وزيادة فرص التشغيل. جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي لاستعراض ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، حيث تستهدف الاستراتيجية إحراز 5 أهداف أساسية بحلول عام 2026-2027 تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي وزيادة نصيب الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات ما بين 18% إلى 25% سنويا، وكذلك التوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري. شن جهاز حماية المستهلك حملة لضبط الأسواق والتأكد من عدم الاحتكار والمبالغة في أسعار السلع تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية. وتضمنت الحملة عددا من منافذ البيع للتأكد من صلاحية السلع والتأكيد على ضرورة وضع أسعار على كل سلعة. انطلاقة قوية ومختلفة هذه المرة لجهاز حماية المستهلك في حملته لضبط الأسواق والتأكد من عدم الاحتكار والمبالغة في أسعار السلع تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء بتكليف الجهاز للتعامل مع شكاوى المواطنين المتعلقة بحالات المبالغة في الأسعار واتخاذ الإجراءات ضد التجار المخالفين. الحملة شملت عددا من منافذ البيع للتأكد من صلاحية السلع والتأكيد على ضرورة وضع أسعار على كل سلعة. الحملات بتبقى حملات استباقية عشان نرصد كل المخالفات اللي بتبقى موجودة في الأماكن، محددين كنطاق قاهرة كبرى بالنسبة للجهاز، معانا الفروع الأقليمية كل فرع على حسب الاختصاص بتاعه. النهاردة دخلنا على العطارة اللي احنا موجودين فيها دي، بيراجع على الأسعار، نشوف المنتجات بعد كده الصلاحيات بتاعتها، بنشوف الفواتير الخاصة بالمنتجات هل هي المنتجات دي سليمة ولا منتجات مجهولة المصدر. رصدنا وجود سلع منتهية الصلاحية وتم تشميعها، تم تحرير المحضر وهنحله النيابة العامة لاتخاذ شؤونها. الحملة أيضا تابعت تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية ويحظر حبسها عن التداول أو عدم طرحها للبيع بأي صورة. بنشوف هل صاحب المنشأة حاطط أسعار على المنتجات ولا لا، بنتأكد هل الأسعار دي مطابقة للي هو بيبيعها ولا لا، وهل هو بيعلن عن السعر بطريقة وبيبيع بسعر آخر. الحاجات دي بتدخل في السلوك الخادع والإعلان المضلل للمستهلك، وطبعا دي غرامتها بتوصل ل2 مليون جنيه. كمان بنتابع بعض التجار اللي بيحاولوا ان هم يستغلوا بانقاص الاوزان اللي موجودة، مثالا في الارز. الحملة أسفرت عن تحرير 184 محضرا بمخالفات تتعلق بالمغالاة في الأسعار وعدم إعلانها وبيع بأزيد من السعر المعلن وسلع مجهولة المصدر، ليستمر الجهاز في شن حملات مكبرة خلال الفترة المقبلة مع مناشدة المواطنين بالإبلاغ عن المخالفين عبر الخط الساخن للجهاز رقم 19588 للتعامل بقوة وعلى الفور مع هذه الشكاوى لتقديم السلع بأسعارها التي تناسب المواطنين. بدءا من اليوم لا مجال للسماح بالمبالغة في أسعار السلع أو إخفائها، فالدولة حاضرة بقوة ضد من يخالف أو يتلاعب بالأسعار بإجراءات حاسمة لضبط الأسواق. في رسالة قوية تؤكد على تواجد الحكومة بالشارع المصري لتوفير السلع بأسعار مناسبة حتى لا تحدث مبالغة تمثل عبئا على المواطنين. محمود جميل، التلفزيون المصري.
وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما ارتفعت خلال الجلسات الثلاثة الماضية بضغوط من مبيعات أجنبية وسط تداولات مرتفعة. وخسر رأس المال السوقي 11.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 973.5 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 15141 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 65% ليغلق عند مستوى 2864 نقطة. وكذلك هبط مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 78% ليغلق عند مستوى 4214 نقطة. سجلت أسهم منطقة اليورو أسوأ أداء يومي منذ 6 أشهر بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، وقال إنه يتوقع مواصلة رفع الفائدة. وتراجعت أسهم منطقة اليورو 3.1% إلى أدنى مستوى في شهر، في حين سجل المؤشر ستوكس 600 الأوسع نطاقا أسوأ أداء يومي منذ مايو. وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز لأسهم الشركات الكبرى في المملكة المتحدة بنسبة 9.9%، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة بنسبة 8.1%. نهاية الأخبار الاقتصاد، أعود من جديد إلى هبة ودينا. أشكرك محمد.